كويس كويس. درع، ما انت يعني عاجبك كده، عاجبك كده وقعت واتضربت، كان زمانك عايش دلوقتي. ما انت اللي استفزتني يا اخي، كان زمانك عايش. حلو ده، حلو. ايوه 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 تعال يا عثمان، تعال ننج يا عم يا عم، يعني ما امسك سرعه جاي تيجي ساعه. كتير اوفر، كتير كتير. الاول والثاني، الثاني ممكن اجيب الثاني، الاول بعيد. يا دي الليلة الزرقاء اللي زي كل الصباح. ودلوقتي يا جماعة دي مع سباتون اونلاين، عاملين يا جماعة الاخبار. اول تري كده ميجا ميكس 8 وجبت الصندوق علامة الاستفهام. يلا بينا هوبا. طبعا الشخصية دي حلوة في الايتمز، ما خدتش السرعة مش مشكلة. ايوه ايوه ايوه، ريان وطه اتضربوا. ازيك يا علي، ما ترميش حاجة علي، ما ترميش حاجة علي. ماشي طيب، الله ينور عليك علي. يا كوك، كوكو لبس ولا ايه؟ ماشي ما علينا، المهم اتعطل. تعالى يا علي، ماشي كويس 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 كويس. اوه جليتشات بقى، جليتشات جليتشات كده كده، هيضرب علي وهيضربني. هيفضل يجيله في قنابل ومش هيسيبني، انا عارف انا عارف يا اسطى. الجليتش ده مش محسوب. ها تحور بقى، قلتلكوا ايه؟ قلتلكوا قنابل مش حيمية. بص اوعى يا اسطى، انا معايا قنبلة، ها خلي بالك، احذر مني بقى. اوعى زجاجة ايه؟ ماشي ماشي، سبقته سبقته سبقته. خد يا زلمة، يا ريتني ما سبقت. انا عارف هو بيلعب بكوكو، كوكو كل الايتمز بتاعتها قنابل وصواريخ، قنابل وصواريخ، وهو لعيب بالقنابل وبالصواريخ. ماشي 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 كويس. اوعى الزجاجة، اوعى القنبلة. ماشي كويس، اوعى بص يفرع كل الورود وقنابل. وايه يا عم، ايه يا عم، ايه اللي مشيني وراك انا؟ ماليش دعوة انا كده الاول زي ما اتفقنا، لان هو مستخدم جليتش. ولا اوه يا لعيب يا لعيب يا محظوظ، الحمد لله الحمد لله. دي اللفة الرابعة وعدت معايا كده، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعالى كوكو خلاص اهو، تعالى تعالى. فقدت سرعتك، فقدت سرعتك، فقدت سرعتك. خد بقى القنبلة. ولا ازيك يا طه؟ ليه كده طه؟ ليه يا طه؟ طه بيقف لنا يضربنا يعني. ماشي يا بني ادمين، ضربت طه، ضربك طبقك انت كمان. اتنين من اكتر الاتنين اللي بيمسكوا الواحد يفضلوا يضربوا في ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ راح الطريق، راح الطريق. تعالى بقى نجيب الاختصار. يا سلام. ليه يا كوكو تستخدم جليتشات يا كوكو وتبوظ عليا ليه يا كوكو تبوظ عليا المكسب يا كوكو؟ واقف لي مستنيني يضربني قنبله كمان ده طه ده. ماشي بدايه كويسه، بس في حبه حاجات كده حصلت، فندخل على اللي بعده. جبت لهم بقى علامه التعجب، علامه الاستفهام ده كان ضعيف فجبت علامه التعجب. يلا بينا هوبا، هم عايزين ايه؟ النسخه الشريره من الصندوق. ماشي ماشي ماشي، سيب لي الصندوق ده حلو قوي. اوعى نينجا خد. لا ما لمستش الازاز، انا عديت من جنبها. خد السرعه،
مشكله مش مشكله. حلو 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 حلو. ايوه ايوه تعالى عثمان ازيك اتضربت ولا ايه؟ ايه كويس 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 ما تضربنيش انا ماليش دعوه. خلاص 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 قلت هو قدامي هيقش اي حاجه بالبادي جارد اللي معاه. خد عثمان معاه بادي جارد هو كمان هيقش بقى. جدع 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 الله ينور عليك. ماشي يا بني ادمين. ايوه بقى ايوه بقى عايز اخد تفاح ما عرفتش بس هنا تفاح هنا لسه. ماشي يا اسطى سرعه يعني انا جايبك عشان الايتمز بتاعتك حلوه تجيب لي سرعه. يلا تاني تاني كمان بدي جارد كمان واحد. ايوه ايوه يا سلام عليك يا سلام عليك هو ده الصندوق اللي انا اعرفه. هو اتضرب القنابل اللي قدامه ما ضربتوش. ماشي تعالى 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 كويس كويس. مفيش ايتمز. اوه الحمد لله. مش كويس معاه صواريخ مش هيسيب حاجه مش هيسيب حاجه. يا سلام تعال علي تروح مني فين؟ ايه ده؟ ايوه يا عم هو اتضرب اهو يا عم. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. كويس اللفات الأخيرة. حاجة هنا؟ مفيش حاجة هنا. يا سلام عليك يا سلام عليك. ماشي 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 ندخل على اللي بعده ندخل على اللي بعده. العواصف الرعدية هوبا. سيبوا لي صندوق التفاح. ايوه حلو قوي بس احط بس الصندوق ده هنا واجري معاك واضربه انتوا في بعض بقى. ايوه بس عزاك علي. ايه يا علي انت ايه 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 ولا ايه تحدفش شمال يا عم ما تحدفش شمال. انا بلعب الدراع الاول الحمد لله. يا عم يا عم يا عم انا تقع يتعمل عليك حفله على طول على طول. الكهرباء جايه اه ده واحد قدامي هو اللي معاه كهرباء انما انا لا ما يجينيش الحاجات الحلوه دي. كويس يا سلام يا سلام اوعى. لازم تضرب يا جدعان والله الدراع. الانالوج بيحدف شمال مع نفسه.
تعالى تعالى تعالى. كويس كويس كويس. ولا ايه علي ازيك؟ خد دي كمان. مين اللي جاي ورايا ده؟ اوه عثمان الحمد لله ما ضربنيش. درع الله. انا مش هجيب الاختصار ده بقى ولا ايه؟ ولا اللفه الرابعه انا نسيتها. اوه الدرع بتاع الكهرباء جت بتاع اللفه الرابعه. في حبه حظ يعني. خلي في تفاؤل كده يا جدعان عندكم يعني. الحمد لله الحمد لله. مع السلامه يا عثمان. كويس كويس. درع ما انت يعني عاجبك كده عاجبك كده. وقعت واتضربت وكان زمانك عايش دلوقتي. ما انت اللي استفزتني يا اخي. كان زمانك عايش. يلا 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 يلا. ايه الانجينات دي كلها؟ كنت محتاج واحد في الاول خالص يعوض اللي انا ضيعته بسبب الدراع. بس ثلاثة ورا بعض كمان. ده تبذير اوفر سرعات ده. ماشي ماشي يلا بينا. في الاول وصل. ايه يا عم كل ده؟ خلاص كفاية. كهربا معايا درع. في ايه في ايه في ايه؟ ازيك يا علي؟ علي وقف مكانه خلاص خلاص. اوعي. كان في احسن كان في احسن. ماشي ندخل على اللي بعده. اثار بارن. يلا بينا. هوبا بس كويس. يلا حد يضرب حد يضرب. محدش ضرب. ازاي ده يحصل؟ في حبة حاجات حلوة كده. في يعني مش عارف. معلش ما فيش ريان فلازم يبقى نينجا يبقى اي حد تاني. معلش انت اللي استلمت الراية بقى. اي 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 اي. لا 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 لا. بسرعة بسرعة بسرعة. ماشي مش مشكلة. بضرب بدرعك من نينجا برضو اخد حقه مني. خلفين. يلا بينا يلا بينا. مش عارف اخد تفاح. حلو ده حلو. ايوه 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 ايوه. تعال يا عثمان تعال يا نينجا. يا عم يا عم يعني انا ما امسك سرعه تقوم جاي تيجي ساعه. كتير اوفر كتير كتير. انت جت ساعه قبل كده يعني. انا لو اكتر واحد اتعطل من الساعه هو انا. زمان الاول دلوقتي مستريح. اوه الزجاجه شفتها في اخر فسوه. ماشي يا عم ماشي ماشي. حلو يلا بقى حد يجي له بقى كهربا ولا اي ساعه ولا بتاع بقى. وانا معايا الحاجات دي. يلا فرصه اهو. يلا فين الكهربا؟ اللفه الرابعه جت. ماشي مركز تالت. طب حلو حلو كان في فرصه والله ان انا كنت ابقى مركز اول يعني. بص يا عيال ايه الكهربا جت. اوه بس مش مشحونة. كويس اجري بقى اجري اجري اجري. حلو 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 حلو. هتجيب الاول واحد بس. فانا كده قدامي فوق يا جدعان. بطلوا ضرب بقى. واحد جاي كتير جايين ورايا. ماشي خلاص خلاص. الاول والتاني. التاني ممكن اجيب التاني. الاول بعيد. يا دي الليلة الزرقاء اللي زي كل الصباع. لا اله الا الله. يا رب بجارد. اجري يا معلم اجري يا معلم. ربنا معاك. اجري يا نينجا.
طريق ملخبط الصراحه، تبقى في الاول بعد كده في الاخر بعد كده في الاول بعد كده في الاخر ومحدش عارف فاهم حاجه خالص يعني. ماشي ماشي ماشي، ندخل على اللي بعده. مدرك التفحيط، يلا بينا. وهوبا وسع، اخد اول حاجه تاخد البتاع ده بعد كده ايه هي. يلا بينا. الحركه دي كانت على طول في البلاي ستيشن بنعملها، اللي بيلحق ياخد السنه دي كلها. يلا مش مهم بقى. اوه بص الجليتش، يعني انا معايا انجن، ما انا ممكن اتعلم الجليتش واعمله بسرعه بقى. ايوه سلام يا سلام يا سلام، هو ده المطلوب اثباته يا جدعان. يا سلام، تعالى المسني بقى، تعالى عديني تعالى. اوه ماشي يا عم. لا 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 لا، الحمد لله انا عايز امسك سرعه. المهم السنه دي دلوقتي. ماشي 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 ماشي، ملوش لازمه دلوقتي بس قشطه. انا الوحيد اللي ماشي بسرعه عاليه كده يعتبر، لان الطريق ده ما فيهوش سرعات. انا من كتر ما انا اتعجنت يعني اتضربت واتطبقت في نفس الوقت بقت اللعبه مش عارفه تعمل ايه. ما خلاص يا وحش، ما خلاص يا وحش، كل ده عشان مسكت سرعه. يا سلام يا سلام يا سلام، اجري. كمان حاجه حلوه، كمان حاجه. ماشي ماشي تمام تمام تمام، يلا بينا يلا بينا على طول اهو، على طول على طول. تعالى هتروح مني فين؟ فاكر نفسك بعت؟ تعالى. ضبطه في حته وحشه قوي. ماشي تعالى. كنت عايز اجيب ايبنج هو كمان بس على سكتي. شايفين الايتمز لما تبقى حلوه كده يعني حاجتين ثلاثه بس، بص تبقى في المركز الرابع بتاع. انا نعم انا اتضربت دلوقتي مش مشكله، بس اللي هو ايه في خدوهات. هاي خلص خالص الانجن. ماشي ماشي سرعه بقى، هاتيلي سرعه هاتيلي سرعه. ماشي. اوه ايه ده، انا خفت منهم الاثنين جم مع بعض كده. دي حاجه مفيده يا عم. ايوه 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 ايوه، لا الصندوق ده جامد يا جدعان في الايتمز يا جدعان، بالنسبه للباقيين اللي انا بلعب بيهم المكسحين جامد جدا. يا عم عايز تسابقني ليه؟ ليه اسرع انت ليه؟ خلاص من عندي. ماشي حلو 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 حلو، كانت معجنه وحاجات غير متوقعه خالص. ماشي لعب غير متوقع وكان حلو الصراحه، يعني في استمتاع. فككم المكسب مش مشكله يعني، انا المركز السابع عشان الثامن واقف مكانه بس. المهم ما علينا، وكده كنت خلص فيديو النهارده. ما تنساش بقى لك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت السنه الفيديوهات اللي جايه. ويلا سلام.